كيفكم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة. والله يا جماعة أنا كنت بشتهي عن محاشي ورهوفة إلا بدها تعمل لي محاشي. قالت بدك تيجي وبدي أعمل لك أطيب محاشي. حبيبتي والله خير الله. المتوحمة ما يصير تطبخ طبخة بإيدها لأنه ما رح تشتهي عليها هيك. فاليفضل إنه حدا ثاني يسويها وقررت إني أتبرع. فالعمل الحلو والله. حبلت مشان تخلص من الرجيم. لا والله انه بس لا ليكوا يا جماعه يعني ليكوا المنظر لحاله لحم لحم شبيك يا ولي هذا لحم طيب طيب انتوا هلا بس ليكوا يا ماشي لا تروحي تعملي هيك ولا هيك تطلع محشي يا والله مسكينه رهف قلت لها بدي والله مشتهي على المحاشي اللي عملت هيك قال لا يا ولي لا هلا تطلع معي بوجه الولد والمشكلة يا جماعة وقت المحاشي يعني من ما دعني لي بالتليفون محاشي يعني صور وحك هون ويطلع بوش الولد كوسة وبيتنجان ويبرة جوزي ضلمته كل ما تشوفه تشتهي على المحشي. طبعا حبايب قلبي انتم تعودتوا من انا كثر بهارات على الطبخة فاليوم راح احاول قدر الامكان ما يعني ما كثر بس ما اقدر. هلا بتعليقات بقولوا يي نرمين موت حياتها مو شايفه لحم انا شايفه لحم بس عم نمزح يعني ما لا تقولوا نرمين معنا شايفه لحم يعني عم نمزح معكم عم نتهاضم يعني على اساس مو تقولوا مو شايفه لحم شو اقول على عمر بس شو اقول على عمر مشان ايش مشان مو جايب لي صحن يكون كبير واحد يظبط بيه الحشوه راح اجيب طنجره حتى اخلط بيه صارت اللحمه جوا ورا فوق يعني نعناع شغلته خالصه ايه هلا بس تخلص يا جماعة أنا قلت لكم من قبل ثاني بس حدا يحكي حضري ما أقدر إني ما ألطش بكل ما حضري يعني والله لا إرادياً ها مو قصة إنه لا متبرية ولا شيء أنا عارفة الحبيبة ما حد راح يكتبوا لي تعليقات ليش درت لساني شو ما عارف إيش عادي يا جماعة يعني هلا أنا كمان لما بحكي مع رهف ببلش بحكي بالقاف لما بحكي مع حدا حلبي بتلاقوني هيك عم بجأجأ وعم بساوي عم بعمل يعني إيش في يعني إذا واحد بجأجأ شامي عشاوي إيش بتكون يعني خلاص الله احضروا وتعلموا الحشي والله لا قلت لك هاي لهجه الحلبي ايه رح تلفي بالكيس ايه رهف عن جد ها اول مره شفت حدا هيك بلف بالكيس يعني عنا كلهم هيك يعني على هالفرامه بيحطوا على الفرامه لا صاروا خبره شبك ايه شفت بقى كثير عالم عم يعملوا مثلك انت وبالكيس شوفوا يا جماعه والله مو لاني شغلي ها رتابه يعني ونظافه صحيح احنا قلنا لكم مو بدنا نسوي محاشي بدنا نسوي محاشي مشكلة يعني ما راح نسوي بس كوسة وهيك وما تقولوا انتي مشتهية على المحاشي ورهف عم تخليكي انتي تشتغلي عادي يعني عم ساعد بعض ملل يعني شو راح اقعد اتفرج عليها وانا اصلا يعني ما زاد لا تقولون انه جاية تتأمر على رهف ولا شيء والله انا مشتهية على المحاشي رهف ضربتني وقبل الفيديو قالت لي لا بدك تساعدي ضربتك؟ يا لطيف يا لطيف يا ظالمة عم تعملي حالك بريئة قدام الكاميرا يا جماعة لا تصدقوني والله صدقوني شو ما صدقوني شبيكم يا ولد اسمعوا صدقوني والله رهف ضربتني حتى بهالمحفارة قالت لي والله إذا ما تساعديني إلا أحفرك وليه؟ شبيك؟ وليه والله ألحز حشيش وحطش بالطنجرة ها يا سلام والله العظيم يا الله العجلة من الشيطان والله مو بيدي عمر ما فيقنا اليوم بكير عساس قالت لي نرمين بس لبين ما تيجي والله راح احشي وخلص انا ايش ليش الكلمه حاسبه حسابي وجيت شايله الحفاره الا بدك تساعديني ولا والله بحفرك شو هاد يا جماعه اول مره بشوف حدا بيعزم الثاني بده يحفر يعزم على الشغل قبل هذا شو هاد عم امزح والله يا جماعه نحاول نسوي لكم جو يعني راح يجينا انتقادات اليوم على اي كلمه نحكيها بس يلا عدتوا عادي بيت الفستق عادي ايش بكون؟ خليه يتعلم ولف بالكيس علميني انا ما بعرف مشان اقلدك شوي والله سهله على فكره بس تعملي هيك هلا باللولاشات عم روح على البازار يجيب لي يبرق مو رحنا نعمل يبرق اليوم ايش مشتري الشغل لحالك يعني لك مشان اتعلم لف الكيس وقلدك شوي صير يعني صير ست بيت شاطره انا بلفه على الفرامه لانه مين ضل هلا عندي لبكره مشان تتعشي ها يا ما راح تعملي اليوم اصلا ما راح يستوي لبكره طبعا غوالي جوز طنجره فضيه طنجره عندي جوز ما تكفي فضيه بدي اليوم ها لا اليوم واليوم خلص الله يرضى عليك على فكرة ها شوف الحش بده يجينا كم تعليق انه من هلا بلشت تتوحم يا جماعة الحامل تتوحم من قبل ما تعرف حالها انا حامل وابحثوا عن
باليوتيوب عن هذا الشيء راح تعرفوه. انه ما الوحده ما تتوحم؟ لا ما شوف عرفني اولي. انا بفوت على اليوتيوب وعلى التيك توك هيك بياكلوا محاشي، والله اشتهيت يعني ما بعرف اذا وحام مو وحام. انا من قبل طبوشه يعني شو ما بشوف بشتي. معناته رسمه الكوسه كوسه ولا بنجان. يلا باكر جاي رمضان ونبلش نتشهون عن جد عاد. على السريع على السريع خفي خفي. صح لازم انا اوقف. عولت اوكي خفي خفي فعلينا. ايوه هيك على السيوه كفو. تعبت الطنجره شو اسوي؟ حطي عبي. يلا يا جماعه بدي اعبيها واعبي طنجره ثانيه اجباري يعني خلص شي مو بيدي والله. راح احط الكوسايات. ما احسك لي تمان؟ ايه هاتي انا بعطيك بناولك يا هون. تعالوا كلوا. بس صحن واحد هاك وحده هذول حرام عليك لا تحكين والله لو اقدر اضيفكم من الكاميرا يعني صدق ما قصر بس يلا يلا الله يبعث لكم وحده مثل الرهف هيك تطبخ لكم محاشي وتعزمكم. الله والله مو فكري يعني انا كمان مشتهي على المحاشي لا تفكروا بس مشان ايه يعني هذاك اليوم كنا انا وياها سهرانين عم فوت عم نقلب هي عم تقول والله يا جماعه وانا كمان عم لحالي لا خلص انا من مالي والله هي عم تقول اخ قلبي وانا كمان عم اقول اخ رهف هلا لو هالصحن قدامنا اي سبحان الله الشيء اللي تشتهيه يصير يطلع قدامك كل شوي. اي والله يعني لا اراديا يعني خلاص انا بدي وقف واستغنيت وهيك ايش خلصنا يعني ليش توقفي؟ يا سعيد بدنا نعبيها يلا بنرجع بنعرف شو ورانا. يا جماعه نرمين حامل لا توقف انا حامل يعني والله بتعرفوا يعني اذا قمت وقفت بجوز نزل انا شو على قولك حبيبتي بشلاق مشلق يعني؟ شنو شلاق مشلق؟ شلاق مشلق يعني ايش بس هالشلاق نزل خالصين؟ هيك ايه يعني بتعرفي نحن هلا هيك ايوه وضع حساس هلا هلا بس روح على البيت بدي اقول له لشاكر والله ما عرفت تقلني روح انت من يوم ورايح بدي اخلي شاكر يطبخ لي ايوه بس لك أزلمة انتحر يا جماعة فتح الشباك وزاد حاله يعني أنا حامل يا زلمة ما تعرفي شو يعني إنسان حامل حرام إنسان حامل يعني أنا إنسان وحامل لا والله ما بنعرف أول مرة بنسمع منك يلا رهاف استعجلي خفي إيدك لا تقولي حماتي مو هون خفي بسرعة حماتي مو هون عندي خمس حموات أنا يلا بسرعة خفي هيك كوني خفيفة كوني هيك مرة خفيفة على السريع هيك خفي ايدك يلا 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 هلا كنت طبخت 10 طبخات انا يلا على السريع ماشي قولوا عم تطبخي ماشي عمتي على قولتنا احنا يلا ماشي يا عمي يلا تشنتي يلا بسرعة خفي ايدك هاي يا بنات بلشنا بالطنجرة الثانية اخوكم عمر الله يرضى عليه مزكر الكوسات والله يا عمور لا لو مكبرن شوي يعني بس عن جد يطلع لا لا, لا والله بتركيا كلهم هيك ها عن جد رهف والله صغار انتي هي صغار والله انا بجيبها يا شاكر من البازار هيك طوالي انا بعملهم 2-3 والله العظيم بس الله يا اخي مزغرهن مكبرن شوي والله منيح انتي انا ما بلاقي مثل هدول والله انا بعملهم 2-3 والله يا بنات استوى طبعا قلنا ذا ثاني يوم بس الحمد لله رب العالمين صار لي نص ثاني يوم بس مح والله انا ما استحملت ها والله رهف هيك عم يعني عم تزبط المرأة وهيك انا طالعت كوساي واكلتها وحشيتها وعملت بنجانات حطهم هون رهف ما يقول لا رهف حطهم هون بنجان ايه حطيني خلينا نعمل هيك اكثر من صحن جوعناك اليوم ايه يا سيدي بس عن جد منظر وشيء خلص زبي قولي ماني جوعانة ايه يا سيدي فضحتني ايه ليش لاقول ماني جوعانة ايوه لا تصيري متنمرة ايوه لا هي هذه هي لجوزك يعني ما يصير يا جماعة ليش الأكل فيه خجل ولعب لا جوعان يعني حرام هي نفس بعدين الله بيحاسبنا يعني وأنا طبوشة يعني ما بحرم حالي من شيء يعني أنا طبوشة يعني شو على الفاضي هل طول العرض كله من الحشي ما شاء الله علي دخيلك عمره لا حدا يرى اكلي الدنيا رايحه ورايحه لا تقولوا هي بتزبط مع المحشي رح اكل محشي يصير مثل هدول المحشي ما لا تسعى على كل شيء انت اهم من كل شيء ان شاء الله انا قبل ما نبلش ليكو انا حرام هو انا 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 حامل اذا حكيتوا تنمرتوا علي يا جماعه حامل
حامل إذا أنتم تنبرتوا علي وعلى أكلي رح تشيلوا ذنبي لأنه أنا إنسانة حامل ما لازم أحرم حالي بالشيء. بالعكس هلا يقولوا لك تغذي وكلي وأنا بقول لك من عندي. أخي ربك. إيش روتي إيش الروتين إيش روتين وإيش سخام؟ حطون اليبرق ولا كيف؟ لا هون اليبرق أيوه. الله. إيه هاي كوساية أنت تشيليها. تركي من إيدك هو هي. شوفي إيش وضعه. لا يروح يطلع الرز فيه والله تبهدل والله. شاكر إيش وضع المحشية اللي فوق؟ بعي صور يعني. أول واحدة ما يبين عطني واحدة ثانية. يا جماعة كثروا لنا لايكات لأنه والله تعبنا يعني. يعني عن جد ليك والصفرة بشي بتشهي يعني. ويعني هدول يسلموا على تعبك يا عمري. لا والله والله حرام عليك. الله يعطيكم العافية. لا والله والله هلا بيقولوا لا ها ليش الشحط والطبوشة مشني أنا والله بحبهم. لا مو عليهم. لا طنشي. المهم يا جماعة هدول المحاشي كلهم لإلي عمر وشاكر هدول ما ببين فيهم. أنا وين؟ يا جماعة أنا لي الصحن هذا لأنه وهذا لمنو هذا لا العظمة كاملين عليها عمر رح آكل اللحمة هيك الموجود فيها إن شاء الله وآخر عظمة يعني تعبناها وبنفس الوقت تأخرنا شوي لبعض عالم جابتكم إياها يعني هم كثير يعني في عظمتين لا تنسونا باللايكات والاشتراكات ربي يسعدكم لين